هاي صبايا، اليوم حاحكي لكم كيف تتفادوا او تتخلصوا او تربحوا على المشاكل اللي عندكم اياها بالشغل اذا كنتوا عم بتصارعوا مع موضوع معين. اول شيء ذكروا حالكم انه انتم عندكم الخبره وعندكم التجارب بالحياه اللي وصلتكم لهالمرحله، يعني معناتها انتم قادرين تتخطوا هذه المشكله كمان. كل ما حكيتوا مع حالكم بهذه الطريقه بتقدروا تذكروا حالكم انه انتم قادرين تتخطوا هذه الازمه. تذكروا انكم تعيشوا حسب ايامكم وانكم تعرفوا الصح من الغلط. بعرف انه في كتير ناس بالشغل يمكن ما بيتفقوا مع قراراتكم، بيعتبروا انه معظم الاشياء اللي بتعملوها هي غلط بنظرهم. ما تسمعوا لهم، انتم بتعرفوا حالكم وبتعرفوا حسب التجارب اللي مرقتوا فيها بالحياه شو الاشياء اللي لازم تتصرفوا فيها وكيف لازم تتصرفوا. تذكروا انه الفشل هو جزء من النجاح. على طريق النجاح دائما حنفشل وحنوقع ونرجع نوقف مره ثانيه. هي الاشياء اللي لازم تركزوا عليها انكم قادرين توقفوا مره ثانيه وقادرين تكفوا حتى لو فشلتوا، واعتبروا كل فشل هو طريقه لتتعلموا شيء جديد. تذكروا انه اكثر شيء فيكم تعملوا هو الافضل ما لديكم. ما تروحوا ما تسعوا للكمال وما تضغطوا على حالكم لتوصلوا للكمال بالشغل. قدموا اكثر شيء فيكم تعملوه او احسن شيء فيكم تعملوه، وهذا الشيء حيكون كافي. شغله مهمه كمان تتذكروها انه بعد 5 سنين الاشياء اللي عم تمرقوا فيها هلا ما حتهم. يلي حيهم انه كيف تصرفتوا وكيف قدرتوا تتداولوا بالموضوع وكيف قدرتوا تنجحوا بعد هذا الفشل. تذكروا انه فيكم تتحملوا هذه الفتره المش مريحه. بعرف إذا كان خيب ظنكم بحالكم أو كنتوا مستقين بالطريقة اللي اشتغلتوا فيها أو من النتيجة اللي قدمتوها، حتكونوا كتير صعبين على حالكم وحتكونوا كتير مش مرتاحين بالوضع اللي انتوا فيه. معلش إذا كنتوا مش مرتاحين، معلش إذا جبرتوا حالكم تحسوا هالإحساس وتمشوا فيه حتى تقدروا تتخطوا وتقدروا تعرفوا كيف فيكم تحسنوا الوضع المرة الجاية. تذكروا إن انتوا المسيطرين على الوضع. ما فيكم تسيطروا على الاشياء اللي صارت وما فيكم تسيطروا على النتيجه اللي صارت حسب افعالكم قبل وعلى الفشل اللي مرقتوا فيه، بس فيكم تسيطروا على كيف تتصرفوا هلا من هلا ورايح وكيف تتعاملوا مع الموضوع وكيف تحسنوا وكيف تجبروا حالكم توقفوا وتمشوا بقوه. انكم تفكروا بطريقه ايجابيه لحالها مش حيساعدكم انه تغيروا حياتكم كلها، بس على القليله حيساعدكم انه تقوي الانتاج تبعكم وتقوي الشغف تبعكم للشغل، ترجعوا تقدموا وتبلشوا صفحه جديده. اذا هذا الشيء ساعدكم بليز فولو لوليا اون لوليا's channel وانستغرام وفيسبوك وتويتر.